السلام عليكم متابعينا الكرام. احنا ما زلنا منطقة الكاظمية، محلة البحية يسموها، ورفقة استاذ نبيل. وهذا المكان استهوانا، حبينا ان نوثقه ونصوره، اللي هي احد معالم الكاظمية القديمة. وتحت السلام عليكم. وهاي قهوة حكمت، اللي هي كانت هذه من المقاهي في الكاظمية القديمة. أستاذ نبيل إذا تحدثنا شوية عنها. هذه القهوة بالقهاوي بالكاظمية، نعم، اللي كان يصير فيها بيع وشراء، بيع وشراء الطيور. نعم. والبراكة صايرة على صفحة هيك بالختلة، وين الأوجار؟ كيف الأوجار؟ نعم. على صفحة. وهذه يقول لك صاحبها ماتوا تركوها، ما أعرف، سألنا جاسم أبو الطيور الجنباز. الجنباز اللي هناك جاسم قال عافوها، وقهوة اللخة همينا بالدربونة بالقيصرية همينا راحت. فبقت تندثر هاي الشغلات، شوف هسه هذا البيت تفلج. نعم. بس هاي البيت تفلج يعني. هذا التراث اللي مالتها الباقي. بلي. هذه حديثة، بس هذه التراث القديم ومرتبينها ومعدلينها، نشوف هذه يعني. مسقطات مالتها اللي موجودة. لو تشوفها موجودة أيضاً بأماكن أخرى تراثية عند بغداد، أيضاً موجودة نفس هذه تشوفوها. من عندها موجود تقريباً مثلها بخان مرجان، أيضاً بالسقف موجود هيك شغلات بالصفار. هذه تشوف هذا؟ نعم. هذا فتح عمارة بغدادي قديم يعني. وهذه بصفة مسوي شو اسمه مثل التهوية، مزاغة للتهوية. يعني شوابيك صغيرة. وهي هاي المنطقة اصلا يعني طيبة بالجو بها، اذا صيف واذا شتاء. انا حتى بالصيف برا فتت كان الجو زين يعني. هي منطقة طيبة باردة هذه. اي زينة يعني هذه. تعرفون هسه ولو الجو تغير. استاذ نبيل، هسه احنا ما طلم قهوة حكمة. اكو فد من الشغلات اللي هسه غايبة عن عقول المتابعين، بانه شات مقاهي بغداد كل مقهى لها رواج. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا. كل مقهى لها رواج شكل، يعني مثلا اكو مقاهي مثل هذه المقهى اللي هي مختصة بالطيور، اي اكو مقاهي مختصة بالهراتي، اي قسم بالشباش، اي كل واحدة شكل، اي مقاهي خاصة للبلابل، اي اكو مقاهي قهوة البلابل موجودة، أي. بس راح انا سايل قهوة، اي مقاهي خاصة للقمار كانت، اي هذول ياخذون وار بيها، اي عافية. واحد متجرات موجودات، واكو عندنا قهوه كانت بشارع غازي بالشورجه، بس حشاشه عندهم فوق طبقه يصعدون حشاشه يشربون بيها. نعم. قهوه مال جاسم الشايع، محمد جاسم الشايع، هيجي محمد الشايع، قهوه محمد الشايع، هاي الحشاشه قبل. نعم. حشيشه وترياك، ماكو هاي الشغلات هسه، غير شكل هسه تطور. قهوه للمعقدين، عندنا قهوه للطرشان، للخرسان، الخرسان عندنا قهوه للملالي العميان، اي عبي هسه قهوه بس المثقفين يقعدون بيها، للطلاب حسب. وكان قهوه مالت البرلمانيين، وعندنا قهاوي خاصه للمقام بالشورجه. بالضبط. علوان العيشة وقدور العيشة. نعم. هاي قهوة خاصة مالتهم. نعم. يجون بيها القبنشي، رشيد القدرشي، حسن خيوكة، هذول المجاميع اللي موجودين. كانوا يرتادوها الرواد المقاهي. أحمد زيدان، وقبلهم كان. نعم. أبو حميد ذاك بالقرن التاسع عشر ورجال. نعم. وهو من الناس اللي اشتغلوا بالمقام أول الناس، وهذول أصبحوا بعدين تلاميذ إله. بل شوف هاي مع الاسف التسولف. نعم. استاذ نبيل المكان. بهاي البيوت التراثيه شلون مهدومه. شوف هذا السقف كانوا يستخدمون اللي وثقناه بالمنحاني هيك هسه، هذا الخشب، هذا القواق والخشب والباريات والحصران، حرامات. هذه حرامات، هاي الدرابين باقيه على عهد القديم. شوفوا لنا اياها، هذا بناء القديم. شوفوا الشناشير همين بدا يهطل، هاي الشناشير القديمة اللي موجودة. بلي. اي هذه قبل ايام الشيلمان، هذا يعتبر بوكال الشيلمان. بلي. هذا بوكال الشيلمان يخلونه. قسم من عنده هذا جاوي. خشب. نعم. جاوي قبل يستخدموا يجيبون من الهند، بعرف. هو هذا كان من الهند يستوردوا بالعهد العثماني عن طريق البواخر. عن طريق البواخر. طبعا هاي المحلة. السلام عليكم. المحلة 421. حي الكاظمية موجودة. بلي. هذه من المحلات القديمة بالكاظمية معروفة.
هاي البحيه اللي تشوفوها قدامكم. أي. الله يسعدك خالو. جنابك قديمنا بالبحيه؟ اني ايه قصير البحيه. والنعم جنابك. الله يحفظك. هذا البيت لمن يعود هذا الركن؟ هذا يعود البيت حق جبار الفتات. نعم. جبار مهدي الفتات. نعم. بلي. تركية سموه؟ لا هي هم بعد هم مالتهم بس مأجرين. اي مأجرين. والبصف ذاك الاغادي هم انا مسوي له تعمير ذاك. ذاك مسوي له تعمير ذاك مال بيت شيخ عباس الجمالي او الدكتور فاضل الجمالي. اه. اي محمد فاضل الجمالي صار رئيس وزراء. منه تطلع الصوت ولا اي بلي. هذا رئيس وزراء صار بالعراق. بلي. وصار وقع بالقلم على ميثاق الامم المتحده بالقلم الذهبي. بلي. اي هو ابن الكاظميه. وتخرج من امريكا بوقتها. بلي هو هذا بيتهم؟ بيتهم، بيت الجمالي. بيت الجمالي. ايه. ابن عباس الشيخ عباس الجمالي. اي. من عندهم صار بعدين واحد عبد الحسين الجمالي. عبد الحسين الجمالي ايه؟ ابن شو اسمه كان بالخارجية بالضبط. ملي يعني هم عوائل معروفة. ملي ما على قد اكو واحد ذاك اليوم طلع ملي يقول بغداد قبل بس خمس عوائل موجودة بيها. أنا بغدادي قديم عمو معروفي بالخمسمائة ألف عائلة، ألف عائلة أعرفه ببغداد القديمة. هاي كامية، هاي البحية، هاي من هنا تبدأ البحية. هاي بيوت البحية كل السوق، سوق الجاي في بغداد مسقف. سوق التجار كله من عنده. هذا عقد الجايف؟ الجوعي هو هذا عقد كل البزازين التجار مال الجملة من المحلة. الصنعة من المحلة. وانتم اكو بينكم وبين الاعظمية توافق جبيالي وديالي 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 اي بس الشرط بيناتكم الحمد لله الحمد لله وهم ترى قرايب هذول قرايب ذولا نسابة ذولا احنا بلد واحد ومنطقة واحدة يعني وما يفرقنا اي شيء خليها ببالك ما يفرقنا اي شيء ما يفرقنا بس الاستعمار طبعا والمنافق هو سبب مشاكلنا احنا المنافق اي ياكل وياك اي ويقعد وياك وياكل وياك وياكل معونك ويغدرك راح اسولف لك على المنافق اكو قوات صارت مشاكل باسبانيا بالثلاثينات احنا قريناها طبعا ونقلونا اياها بالتاريخ وبالوثائق يقول جنرال هذا فرانكو يقاتلهم دول الجماعة يسموهم اليساريين والكذا ملي. فوصل المرحلة دول خافوا وقالوا له احنا ما نقدر لهم ودول مقاتلين داخل مدريد وشون راح نقاتلهم قال لهم انا عندي هناك جماعة ازيد من عندكم شون قال لهم عندي طابور خامس دول المنافقين والقتلة واللي ما عندهم ضمير يبيع اكو واحد يقول يبيعون هذا بلفة كباب هذه واحدة من التاريخ اللي نقلها الحمد لله الحمد لله عمو احنا نشكرك نشكرك المعروف للجميع خالو ما تعرفنا على اسم جنابك الكريم اني حجي جلال عبد الكريم حسون جبار الطائي المحياوي نعم والنعم جنابك هذول بالمحي الموجودين هنا وموجودين بالراجية وبالتاجي بالتاجي وباليوسفية باليوسفية اي المحي ولا معروفين وهاي دربونة العالم اه نعم هاي الدربونة نعم دربونة العالم نعم نسبة للأستاذ آل الصدر الكبار نعم سيد حيدر الصدر سيد محمد الجواد الصدر نعم سيد اسماعيل الكبير جد سيد اسماعيل نعم جد حسين لا جد ابوه ها جد ابوه اي نعم. يعني سيد اسماعيل بن سيد حيدر اي الكاظميه بسيد محمد الصدر اللي جا ويا الملك فيصل الاول ابن حسن الصدر اي ذاك سيد محمد الصدر مال رئيس وزاره اي اي هنا يم ابو دينا هنا اي صار رئيس مجلس الاعيان اي اي وجا ويا محسن ابو طبيخ وحلوان الياسري وهو جو ويا الملك فيصل لهنا وملك فيصل الاول الله يرحمه من نصبوه ملك ترى صار الكاظميه وصل لهذا يوم التتويج هذا التاريخ اي نقل لنا اياها باقر سركشك هذا
هذا الحجم. باقر سركشك هو باقر الحسني كان رئيس التشريفات بالبلاط الملكي. فتعرف بس سركشك هنا بالقارئين. أنا أشكرك عمي. أيني ممنونين أغادي. هلا وخير. مع ألف سلام. خلينا نوقف عند بيت السيد بس الشيخ. ها هذا راح يصعد قناة باليوتيوب قناة زكريا الأنصاري التراثي. قناة زكريا. زكريا الأنصاري التراثي. ممنونين يا أبي. هذا البيت هسه راح نوقف مثل ما قال لنا العام هو بيت. نعم. السيد محمد فاضل الجمالي رئيس وزراء العراق. نعم. هذا البيت تشوفوه عمروه ورتبوه من جد وجديد. هذا. هذا البيت. هذا. هذا البيت بيت حجي عباس أبو الجمال. السلام عليكم. هذا في محل 421 هذا عمو 13 محل 421 قلنا اياها استاذي عيني ابو يكي. وين مكتوبه هذيك؟ انا صغار انا على سفير التراث العراقي واحد نبيل الحساوي. لا 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 بس هو يتواضع من عندها. لا لا ما اريد اعزب صوره عن وياك. اي ممنونين استاذ نمير خذ لك صوره عندها صور هذا الفيديو. شوف النيال هذا البيت جيت حجي عباس والده لمحمد فاضل الجمالي رئيس وزراء العراق بالعهد الملكي خريج امريكا الرجال استاذ بالجامعه ووقع على الامم المتحده بالقلم الذهبي بال 45 على انشاء الامم المتحده. نعم موجود القلم مالته وتاريخه ايضا موجود الرجل. نعم استاذ يعني خلينا نقول اول مقعد للامم المتحده هو قاعد عليه هو. نعم اول العراق بس بالعراق. ايه اول مقعد هو جلس عليه. هو جلس عليه بس بالعراق بال 45 46 يعني كان موظف بالتربيه. اهلا وسهلا فيك. هذا تاريخ لازم تحفظه. اكيد حلو. ايه عندي والدي رحمه الله والديك هاي قصص كلها يعرفها. ايه ملك غازي فيصل الاول وفيصل الثاني سمعناها منها. شاف حتى عاصر الثورات كلها. انا ابويا يقول انا شفته من فيصل الاول الصدامة يعني عاد 80 سنة دقيقة. أول ملك على الجبار. لا أبوي عاصر غازي اللي مو يقدر معنا. أنا أبوي مواليد 20 جديد. يلا هاي المنطقة هاي البحرية من مخايل درابيل البحرية اللي بين خديرة اكتب باليوتيوب زكريا الأنصاري التراثي تطلع عندك خير وراسه. عندك فيس؟ أنا عندي فيس زكريا الأنصاري راسك. لا أنا يمكن شايفك أنا أستاذ شايفك بالمتنبي. نعم اكتب عليك شايفك المتنبي. أنا رائد نعم مدير بيت المقام العراقي أستاذ نمير الناظر. أهلا بك أستاذ حياك الله أزارة البركة ومستمع دوم تقدم يمنى. شكرا طول عمرك دايم طلوا لي لغاتي. عمرنا ومرتبي شوية. هل أخذ من هالزاوية؟ أخذ من أي زاوية. هذا البناء القديم مالته. هذا الطابوق القديم هذا شويه تعميرات تعرف الباب مبدليها. طبعا هاي البلكونه يجهلوها هوايه ناس يعتبروها بلكونه هي هذه على مود الطفل. ايه. على مود الطفل يخلون اكل هنا. يخلون اكل على مود شو اسمه مثل الثلاجه. نعم نعم اي يخلوه هذا ويغطونه على مود الاطفال لا توقع. نعم او يقعد هنا يتفرج على الرايح والجاي بالضبط يعني مثل البلكونه. هذا توثيق جيد. لا عندنا هوايه زقه قديمه هالشكل بالكاظم. استاذ ناظم استاذ ناظم هاي بيت الصدر هنا. هاي مالكم هاي بيت العالم هذه موجوده لو تشوفها. اي هاي مسدوده هاي الدربونه. اي اعرف يا مسدوده هذه جامع البحريه الكبير. طيب هاي المنطقة البحرية نسبة إلى هذا الجامع. ايه هاي من الجوامع اللي موجودة بالمنطقة. بلي. وهذا بقبة طبعا اللي فوق لو الطبي يشوفه اكو قبة فوق. ايه لا مسدودة هي هاي. ايه مسدودة المكان ودربونها هي مغلقة.
بروح هاي الهمال تنتهي حرامات هذا البيت مفلش يعني ما أهل المنطقة يعرفوها أكثر شيء بيوت قديمة يعني نعم هذه من زمن العثمانيين موجودة البيوت وأقدم يجوز وأقدم إيه يجوز أقدم يعني يعني تحليلنا الشخصي بس هي أكثر هاي المناطق تقريبا بدأت تتبلور بزمن العثمانيين نعم البيوت القديمة أكثرها راحت وبدأوا يبنون ويسوون بعض هاي المناطق يعني هاي تختلف عن الرصافة شوف هسه هذا معمرين البيت يعني ولكن هذا شيلمان هذا بانيه جديد هذا يعني فترة خمسينات نقدر نقول أربعينات خمسينات هذا لأن وقت الشيلمان هذا الشيلمان جاي سوي له دائرة مع خرباطات مع الشيلمان وضربي باتش تشوف الباتش مال بلي يعني مرتبين للبيت هذا بيت همينة محدثيه مرتبين هذا بيت مفلشيهم باني من جدة وجديد وباني تقريبا يعني نشوف مسوي هاي التطلعات مالته شلون الشناشيل الفوق اي بالضبط هي هذه الدرابيه هاي بيوت قديمه بقى. شوف هذا العمود خشب استاذ نبيل وشوف الطابوق مالته هذا الفرشي بلي هذا اللي تشوفه نعم ما في هذا ايضا هذا الفلاشيه القديمه وحتى البطاقه مالته صاير ناصي بات علي هذا شيء يسموه هاي خشبه بشوف شلون تبدي بها الكهرباء شو تسوي هاي؟ هاي بابا يباعون دائرة الكهرباء اي هذا الفتنج كلش قديم هذا مال الاربعينات تشوف المصباح هذا؟ هذا مكان المصباح هذا مال الاربعينات اي مش كان شركة هذا هنا أنا واحد كان متوليها حجي احمد سيد احمد فشي احمد هنا أنا. بلي اي فشي هو بتولي هاي الكهرباء هاي قبل ما تروح للكهرباء الوطنية الصين نعم. طبعا هذا الطابوق وهذا الحائط يسموه الفاشوشي اي لان حائط واحد من يصير طابوقتين يصير حائط من طابوقه واحده يسموه الفاشوشي والدليل بان الحائط قام ينفخ الحياطيط النفق القديمه اي قبل هذيك كانت يسموها حائط حبله يسموه اي يطي بطل ايه يطي بطل هاي ذكرك ما المرت تقولها والبغاد نحن ما نقدر نسكت ايه تشوفون انتو هاي المناطق يعني ودائرة الصورة هذي زين شنو مسكونة جمال هذا بيت مسكون ايه في ناس هاي عوال جوا هاي قاعدة الدولة خلت باوع شي باوع شنو معلاقة هاي مناطق بغداد بدأت تندثر بدأت تروح استاذ نمير بلا زحمة عليك بس اخذ الزم للكاميرا حتى انا واستاذ نبيل حتى ننهي الفيديو ايوه اذا ممكن هالشكل نعم ايه خش هاي استاذ نبيل نختم مكان ان شاء الله هاي محلة البحية تقريبا على أطرافها احنا صرنا دخلنا لها والتقينا برجل أبا عن جد هو ابن المنطقة يعني الأصل الله يحفظه ويطيه ولد الآخر همينا وثقنا بيت الجمالي بيت حجي حمد الله السلام ورحمة الله معايا الأستاذ زكريا أبو يحيى الله يبارك فيك أستاذ نمير ناظم أبو نور وأخوكم العبد الفقير إلى الله نبيل الحسيناوي والسلام عليكم ورحمة الله كفو والنعم أستاذ نبيل